من بعد نشوف التصحيح ديال 8 3 ليكون او اف جي مثلث 3 متساوي ل 4، بحيث المسافة او اف فهي كتساوي 3 سنتيمتر، ولتكون النقطة كمنتصف الضلع اف جي. نوضح الشكل، هذا هو الشكل اللي عندنا. نعتبر تي الإزاحة التي تحول النقطة اف الى كا، ولتكون نقطتان او بريم و جي بريم صورتي او و جي على التوالي بإزاحة تي. إذا النقطة او بريم الصورة ديال او بإزاحة تي، و جي بريم الصورة ديال جي بإزاحة تي. أولا أنقص شكل الجانبات ثم أتمم بإنشاء النقطتين أو بريم و جي بريم. إذا عدنا الشكل واحدة أو إف جي مثلث متساوي الأضلاع، عدنا كمنتصف القطعة إف جي. هنا عندنا أو بريم صورة أو الإزاحة تي. شنو كيعني؟ يعني أن المتجهة أو أو بريم هي كتساوي متجهة إف ك. هنا إلا خدينا المتجهة إف ك هي هادي، إلا خدينا الرباعي أو، يعني أن الرباعي أو أو بريم ك إف فهو متوازي الأضلاع. يعني إلا خدينا هاد الرباعي فهو متوازي الأضلاع، يعني عندنا أو أو بريم ك إف. إذا باش نرسمو النقطة أو بريم يكفي نرسمو متوازي الأضلاع أو أو بريم ك إف. إذا عندنا إف ك هي هادي، غادي ناخدو بيكا رسمو متوازي الأضلاع. غادي نجي ناخدو المسافة أو إف هي، ثم غادي نجي هنا ونرسم القوس الأول، ثم غادي ناخدو النصف هاد المسافة، غادي نجي لهاد النقطة رسمو. إذا هنا عندنا النقطة أو بريم، إذا هادي هي المتجهة أو لا هي الصورة. إذا عندنا أو بريم الصورة ديال أو الإزاحة التي تحول إف إلى ك. نفس الشيء غادي نرسمو النقطة جي بريم. إذا لدينا جي بريم صورة جي الإزاحة تي. شنو كيعني؟ يعني أن المسافة جي جي بريم كتساوي المسافة إف ك، يعني أن رباعي جي جي بريم ك إف هو متوازي الأضلاع. يعني إلا خدينا جي جي بريم كتساوي المسافة إف ك، وبما أن النقطة إف و ك و جي مستقيمية، إذا النقطة غتكون حول المتجهة جي، غتكون هاد الشي. ثم غادي ناخدو المسافة إف ك، غادي نجي هنا ونرسمو. إذا هنا عندنا النقطة جي بريم، إذا جي بريم الصورة ديال جي بالإزاحة اللي تحول إف إلى ك. السؤال الثاني، حدد المسافة أو بريم ك. شحال هي المسافة أو بريم ك؟ إذا المسافة أو بريم ك كتساوي شحال؟ يعني إلا خدينا أو بريم الصورة ديال أو بالإزاحة اللي تحول إف إلى ك، يعني إلا خدينا الرباعي يعني متجهة أو بريم فكتساوي متجهة إف ك، يعني الرباعي او او بريم ك اف متوازي الاضلاع. عرف بان كل ضلعين متقابلين متوازي الاضلاع فهما كيكونوا متقايسين. تاني مسافه او اف فهي كتساوي المسافه او ك، بعد المسافه او اف فيها 3 سنتيمتر، اذا حتى او ك بريم كتساوي فيها 3 سنتيمتر. اذا عندنا السؤال الثاني، لدينا او بريم صورة او بالازاحة التي تحول اف الى ك، يعني أن المتجهة أو أو بريم تساوي متجهة إف ك، المتجهة أو بريم كتساوي متجهة إف ك، يعني أن الرباعي أو أو بريم ك إف متوازي الأضلاع. أو أو بريم ك إف توازي الأضلاع، ومنه كنعرف بأن كل ضلعين متقابلين في متوازي الأضلاع فهما كيكونوا متقايسين. يعني المسافة أو بريم ك فهي كتساوي المسافة أو إف كتساوي 3 سنتيمتر. ثم السؤال 3، مبين أن النقطة جي، السؤال 3 مبين أن النقطة جي صورة نقطة ك بالإزاحة تي. لنبين أن النقطة جي صورة ك بالإزاحة تي. شنو كيعني؟ يعني ان خصنا نبينو بان المسافه ك جي فهي كتساوي المسافه اف ك، لا عفوا المتجهه
كجي كتساوي المسافة كتساوي متجهة اف كا. هذا هو السؤال اللي خصنا نبينو. هنا شنو عندنا باش نبينو بأن المسافة كجي كتساوي المسافة اف كا؟ هنا عندنا كا منتصف القطعة اف جي، لدينا ك منتصف القطعة اف جي. هنا شنو كيعني؟ يعني ان الا كانت ك منتصف القطعة اف ك يعني متجهة اف ك كتساوي مسافة متجهة ك جي، يعني ان المتجهة اف ك كتساوي المسافة المتجهة ك جي. شنو كيعني؟ يعني ان جي صورة ك بالازاحة تي او الازاحة التي تحول اف الى ك. السؤال الرابع بين ان او لا او بريم ك جي كتساوي 60 درجة. إذا بغينا نبين بين هاد الزاوية كتساوي 60 درجة. باش نبين وضع هاد المتجه هاد الزاوية بريم ك جي كتساوي 60 درجة، هنا عندنا بزاف ديال الطرق. نحاول نستعمل واحد الطريقة. إلا خدينا مستقيم او اف والمستقيم او بريم ك فهما توازين. علاش؟ لأن او بريم او او بريم ك جي توازي الأضلاع بيناها. إذا إلا خدينا مستقيم او اف والمستقيم او بريم ك فهما توازي، وإلا خدينا المستقيم اف جي بريم فهو القاطع ديال هاد المستقيمين. يعني إلا طولنا هادو باش يبان لينا مزيان، وبالتالي هاد الزاوية مع هاد الزاوية فهما زاويتان متناظرتان. إلا كان عندنا زاويتان متناظرتان فهما زاويتين كيكونوا متقايسين. هاد الزاوية شحال هو القياس ديالها؟ هنا 60 درجة. علاش؟ لأن عندنا او اف او اف جي فهو ممتلئ متساوي الأضلاع. كنعرف بأن ممتلئ متساوي الأضلاع جميع الأضلاع متقايسين، كل جميع الزاوية متقايسة، كل زاوية كالقياس ديالها فهو 60 درجة. كده غادي نشوفو على السؤال الرابع. نعم، لدينا ولا لنبين أن أو بريم ك جي بريم كتساوي 60 درجة. إذن شنو عندنا هنا؟ لدينا أو بريم صورة أو الإزاحة تي، يعني أن متجهة أو بريم فهي كتساوي متجهة اف ك، يعني أن الرباعي أو بريم ك اف متوازي الأضلاع، ومنه المستقيم أو اف هو يوازي المستقيم أو بريم ك. ولدينا اف جي بريم قاطع لهما، إذن الزاويتان او اف جي والزاوية او بريم ك جي بريم متناظرتان متقايستان، يعني ان او ك او بريم ك جي بريم كتساوي او اف جي. وبما ان او اف جي مثلث متساوي الأضلاع فإن الزاوية او اف جي كتساوي 60 درجة، وبالتالي الزاوية او بريم ك جي بريم كتساوي عندنا 60 درجة.